السلام عليكم خالتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم، قناة تيار دي زاد. ما زلنا مع السلسلة الخاصة كيفاش تبروغرامي بارامتر في جي اس فاكتور فوتومتر من دراي بي ا 88 ا. اليوم راح نشوفو كيفاش تبروغرامي الكالسيوم. كليكي على بارامتر ومن بعد راح نخيرو الكالسيوم. هنا تكليكي على باز، نكتبو كالسيوم، هذي كالسيوم سبين. النوع تاع التفاعل كون فينال على خاطر عندو قراءة وحدة. الطول الموجي تاعو هو 650، هنا مكان 650، نحاول نهز 630. الطول الثاني مكانش، خلنا نعطيك يقولك 650 نانومتر. مادام عندو لينيتي تاعنا نديرو مثلا، نديرو ميلي غرام بار ليتر. ونكتبو هنا كالسيوم، هنايا الديريكسيون كي تكوشي على بلون اكتيف خاطر عندو ستوندار. هذا الديريكسيون تخليه صغير، تخليه هكا، هذا الكل تخليه هكا. ومن بعد نروحو على ريستريكسيون، هذي ندخلو القيم الطبيعية تاعنا. القيم الطبيعية كاينين ثلاث انواع، نقولك اديلت و اديلت من 85 حتى 105، و لونفون من 100 حتى 120 ملي غرام بار ليتر. صافي نهزو هنا مجال يهز في زوز لي هو 85 حتى 120. هذا هنا لينياريتي، هذي يقولك صفر فاصل، ستة وعشرين. وأعلى قيمة يتحملها الرياكتيف اللي هي 320. هذو اللي نجيبهم من الفيش تكنيك، هاك تشوف هنا لو تلقاه معاه. ومن بعد نروحو ندخلو هنايا ديفيرون هاذي، ونخيرو هنايا اديلت نورمال، ونديروه مثلا فان، نخيرو ماض، نخيرو اوم هنايا، نكتبو الاوم دار فان في زوز 85. حتى 105. هنا نخيرو أونفون، الأونفون نقولك من 100 حتى 120، لازم هذه الخطوة تقدر ما تديرهاش هاذي. ومن بعد كليك على أوكي. وما نروحو للديتاي كام، مادام عندو عندو ستوندار معناها راهو تكليكي على راجل هذي. ومن بعد تخير ان بوان ليني خاطر عندو ستوندار واحد لإعادة مرة واحدة، والتركيز تاع ستوندار هذاك اللي هو 100. هاتو فيه 100. ومن بعد نكليك على سوف غاردي، هاك تشوف فيها خرجلك كالسيوم سبين. والسلام عليكم.